الو، ايوه يا عم، انت مين يعني وعايز ايه؟ مش فاهم يعني. انت اللي مين يا ابني؟ انت مين؟ السلام السلام عليكم يا عليكم يا جدعان، جماعة، عاملين ايه؟ عاملين يا رب ايه؟ تكونوا بخير. جينا لكم النهاردة بمقلب جديد. احنا قلنا نبقى قاعدين فاضيين وملناش اي حاجة كده، فهنعمله مقلب، بس المقلب بالظبط، هيكون شديد شوية بقى. محمد مش هيبقى معانا اصلا، هو هو اصلا المقلب قاعد في بيته. هيبقى في محمد بس هو مش معانا، يعني احنا هنتصلوا بيه نعمله فيه مقلب وهو هناك يعني. هنحور عليه حوار كبير كده. بس هيكون مقلب حلو بإذن الله. تابعونا بقى. اتفرجوا علينا. بصوا، هفهمكم ايه المقلب. تمام، بصوا انا المفروض هفهم، انا هفهم، لا انا هفهمهم. انا هفهم. طب ارجع ورا شوية. المفروض ان انا هتصل بيه دلوقتي واقول له محمد عليا فين، ما اديني عليا وكده. فهو هيقول لي عليا مش معايا وبتاع، اقعد اقول له لا ده عليا نزلت من بدري وكانت المفروض معاك وبتاع ولا بلا بلا بلا، وهري كتير قوي. وهو هيكلمها طبعا، فهي هتقعد بقى تعمل عليه حوارات ونحل وده كان وبتاع، لحد ما هو ايه يكتشف بقى. يعني المفروض اصلا المقلب ان احنا هنكلمه ونقوله ان انا مش في البيت وان انا نزلت بره البيت، والمفروض ان انا نازله معاه. تمام، ده هو المقلب، ان انا المفروض مش في البيت وكده، وقايله لهم في البيت ان انا مع محمد. يا رب تكون فهمت المقلب. يلا بينا. قبل اي حاجه، استنى، قبل اي حاجه ما تنسوش طبعا تعملوا لايك على الفيديو، لايك على كل الفيديوهات اللي قبل كده. ولو انت بتشوفنا لاول مره، ما تنسيش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتابعنا وتتابع كل فيديوهاتنا. يلا نبدا مع بعض. المفروض ان هو هيكلمه دلوقتي من تليفونه. المفروض طويل أوي كده. ألو، إيه يا حمو؟ يا حلو، إيه يا بلا، عامل إيه؟ صح، إيه الدنيا؟ الحمد لله، أخبارك إيه؟ تمام؟ تمام الحمد لله، أنت عامل إيه؟ أهو الحمد لله تمام. إيه الدنيا؟ إديني عليا والنبي. عليا إيه يا ابني؟ أنت مش في البيت ولا؟ أنا في البيت. عليا في البيت؟ لأ، إيه عليا المفروض نزلت من الساعة 8 الصبح. تمانية الصبح رحت فين؟ ما اعرفش، بس انا ما على ما اعتقد ليك كانت معاك يعني. معايا فين يا ابني؟ انا لسه من ساعة اصلا، بس ما فوتش. يعني هي مش معاك؟ والله ما ازاي معايا. يا حمو؟ هي قايلة لكم في البيت ان هي معايا؟ ازاي يعني؟ هي من نازلة الساعة تمانية تمانية، الصبح؟ من تمانية والساعة دلوقتي 3 محمد، يعني كل ده معاه وتليفونها ما بتردش عليه. انت بتهزر ولا بتتكلم انا جد؟ بتكلم جد. طب اتصل بيها وشوفها. اتصل بيها ممكن ترد عليك، مش راضية ترد علينا. تمام، اعرف وكلمني بس. سلام. محمد هيموتني، هيموتني بجد. انا مستنيه يتصل، هيموتني اصلا. انا عارفه خلاص، انا هو لما يعرف ده مقلب، هو دلوقتي تلاقيه قلقان اصلا وقلق بقى ومش عارف ايه، ويا ترى بيتصل بيا. بص، انا عملت حركه سريعه، انا رديت وقفلت على طول. فهمت انت الحركه دي؟ اللي هو بقلقه اسمها ايه، بقلقه اكتر. رودي لا نستنى شويه، ماشي، مستعبط شويه. بص، هو عمال يتصل، انا هسيبه شويه كده يرن مع نفسه. ايه؟ مش هرد. لا استني بس، عايز ترد هتعمل ايه؟ بس طب قول لي هتعمل ايه، رايحين ولا قول لي يا الاول. ستي؟ لا اديني قول التليفون. لي، طب قول لي هتعمل ايه، اديني التليفون، قول لي هتعمل ايه. اديني هترد التليفون انت ثانية. اديني ثانية. بجد والله اديني ثانية ما ثانية بس، تهزرش. هقول الو بس اديني ثانية. افتح السبيكر. يا الو، الو، مش قادرة، مش قادرة يولع فيا والله، مش قادرة. بيتصل، استنى مش هرد عليه على طول، سيبه يرن شوية كده مع نفسه، بعد كده برد عليه. بس انا هعمله سايلنت عشان الصوت ما يزعجكوش. يا جماعة متنسوش تكملوا بقى المقلب للآخر، واعملوا لايك، واعملوا لايك على الفيديو، واعملوا كومنتات كتير قوي قوي، عايزة كومنتات كتير كتير كتير. ولو حد عنده أي فكرة مقالب يبعتها لنا على الانستجرام بتاعي أو بتاع محمد أو بتاع محمد رجب. بنحط اللينكات كلها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هرد عليه بقى. ماشي، هرد عليه. ما تكلمش. ألو، إيه يا محمد؟ انا في البيت. انت في البيت؟ او في البيت نايمة. متأكدة؟ او متأكدة. نايمة من امتى؟ يعني ايه نايمة من امتى؟ نايمة من امبارح. يعني نايمة من امتى؟ نايمة من امبارح. امبارح؟
انتي في البيت صح؟ مم. طيب انتي فين بقى مسافرة الصبح؟ ومين اللي رد عليا دلوقتي؟ هو حد رد عليك من تليفوني؟ التليفون ما كانش بيرد، وبعد كده واحد بيقول الو راح قافل السكة. انتي فين من 8 الصبح؟ انتي فين من 8 اكيد الصبح؟ محمد اخويا اللي رد. محمد اخوك لسه مكلمني وسألني عليكي. ايه؟ انتي من 8 الصبح بره بره في البيت وقال له من انتي معايا، انتي فين؟ محمد اخويا كلمك؟ هو ده اللي فاهم. بقول لك ايه، ما تنرفزي، انت فين؟ هتصل بيها انا بقى. لا استنى شوية، استنى شوية، استنى شوية. بيكسل مش هرد، مش هرد. لا مش هرد. ارد اقول له ايه؟ مش هرد صح يا جماعة، ما اردش. طب سيبه شوية. بس هرد انا اقول ايه؟ انت رد انت؟ هتقول انت عايز، انت مخطبتي. لا هيعرف صوتك، لو رديت انت هيعرف صوتك. لا احنا هنسيبوه كده شويه يرن مع نفسه. طب استني، خلي حد من صحابي يبعت لي ريكورد مثلا واشغله. لا لا بجد مش بهزر، كبر دماغك. لا هو هنسيبوه يرن كده مع نفسه. بص هو ده يرن عليا، مش هرد عليه لحد ما اكلمك انت تاني. تمام، مستني لما اكلمك تاني اقول لك بقى ايه اللي حصل معاك. ريكورد ايه؟ خلي حد يبعت لي ريكورد مثلا. يقول لي يعني عمال يتصل يا جماعه ورا بعض. اقول خليه يقول لحضرتك يوسف ابعت لي ريكورد ضروري، بس عشان بصور دلوقتي وفاهم انا بصور وانت طالع في الكاميرا، فابعت لي ريكورد قول لي فيه ايه، قول لي فيه انت مين بس، فاهم اللي هو ايه، بصوتك وبزعيق كده اللي هو انت مين اصلا، قول لي انت مين بتاع كده ريكورد بس بسرعه بسرعه. ده محمد دلوقتي ظبط مع صاحبه. محمد رجب هيموت فيا والله، يا اما هيموتنا مش عارفه اقول هيموت ولا هو هيموتنا. امال ليه اتصلوا ورا بعض يجاوبوا بطريقه غريبه جدا. هكنسل بقى، استنى هكنسل، كنسلت. هو يسمع بس الريكورد اللي ورا؟ خلي صاحبه يبعت ريكورد دلوقتي. هكنسل تاني. ممكن احط في البلوك، ايه رايك؟ هينفخني والله. كنسلت. قفل التليفون يتصل يديك المتاح. لا اصبري بس، لا لا استنى، اعملي ايربو. طب انت ليه هتعملي ايربو؟ اعملي ايربو خلاص، اقفله خلاص. حلو ده، افتحي عليه بقى، افتحي عليه، افتحي. اه هو هيتصل وافتح عليه. افتحي عليه. تمام استنى هفتح عليه. محمد هيسمعه ريكورد. انت فين يا بنت؟ انت فين سكه في وشي؟ انت مين يا عم؟ انت اللي مين يا ابني انت؟ سمعنا ريكورد، سمعنا ريكورد هيموتنا والله. يا جدعان عشان لو ما سمعتوش الريكورد سمعوا لكم. انت مين يا عم انت؟ عمال يتصل هيموتنا. بصوا استنوا بقى هعمل الموبايل ايه طيران بقى بعد اذنك. اسلم لي يا قلبي. جميل الريكورد ده، صوتك واطي قوي على فكره. ابعت لي ريكورد تاني بصوت عالي، بس علي صوتك وقول لي فيه ايوه عايز ايه، يعني انت مين وعايز ايه، بس بصوت عالي. لا خلاص انا قفلت التليفون. لا 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 افتح التليفون. ليه عملت له ايه يا ابني؟ وانا هكلمه. استنى خلاص محمد، استنى اتصل بيه. اصبر اتصل بيه. كنسل بيه. اتصل بيه. كنسل بيه. وانا ميلو هيموتني والله يا جماعه، هيموتنا، هيموتنا احنا الاثنين على اللي احنا بنعمله فيه بجد. شو يرد؟ هو يا حمد. يا محمد ايه يا ابو عملت ايه؟ كلمتها يا عم، واحد رد عليا وبعد كده السكه اتقفلت وكلمها تقول لي ده محمد كلمك ومخطوطه وبتاع. شوف بقى عليها فين يا محمد، انا ما اعرفش هي فين. ازاي يعني ما تعرفش هي فين؟ والله العظيم زي ما بقول لك ما اعرفش هي فين. طب تمام ماشي يا حمد، تعمل معايا حركه وقفت السكه. ماشي يا حمد، وانا اشوف اشوف اعمل ايه. ماشي هكلمها تاني، انا اشوفها فين. ماشي ماشي سلام. مش طايقين مش طايقين. افتحي بقى عليه، استني اسمع بس الريكورد بتاع يوسف. ما تعرفش تعلي صوت اكتر من كده؟ مش عارف صوت واطي ليه كده اهو. ايوه يا عم انت مين يعني وعايز ايه؟ مش فاهم يعني. اقفل ما تشغلوش لما ده يتكلم. الو. ايوه يا عم انت مين يعني وعايز ايه؟ مش فاهم يعني. انت اللي مين يا ابني؟ انت مين؟
تسلم يا قلبي على الكورد ده. مش قادرة بجد خالص، مش قادرة. أحيانا عمال يتصل يا جماعة، خلاص كفاية عليه كده، كفاية عليه كده. عرفنا عليه بقى من عندي وديه، وانت بوديه لك. بس نلعبه شوية برضه، نلعبه شوية. بيعمل يتصل من عندي. طب هرد اكلمه وانت وانت وديه لك. ماشي. الو. اي محمد. فين يا بنتي؟ انت فين؟ هقول لك بس من غير ما تزعلي. هقول لك انت فين وانا جايلك دلوقتي. طب مش قايله لك؟ يلا بقى اتصل بيه من عندك التليفونك. مش هيرد يرد. لا لا لا، هاتي بقى كده، هاتي. انا عارف. لا لا، انا عايزه انا اكلمه من عندك. اكلمه. اسمعي بس، اكلمه. قفشني قفشني خلاص، ما قفشنيش يبقى لسه بدري. بجد؟ اه. طب رد. الو الو، انت مين؟ مين انت اخويا؟ الو، مش انت اللي متصل عايز ايه؟ اتكلم كده تاني؟ ايه اللي اتكلم كده تاني؟ وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. وبكده نكون عملنا المقلب بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم. محمد معانا على التليفون. انتوا ايه؟ انتوا مال؟ انتوا بجد؟ اقول لهم بجد بجد. اه، لقينا نفسنا فاضيين وانا مسافر، فقلنا نعملوا اي حاجه قبل ما نسافر. والله العظيم احسن حاجه عملناها كان ان احنا سميناها ناس فاضيه. ايوه، عشان احنا ناس فاضيه فعلا يا جماعه. انا ومحمد اخويا كنا قاعدين فاضيين، قررنا نعمل فيه مقلب. طب بص حمو بس، ايه شعورك؟ هو انت اللي كلمتني؟ انت اللي كلمتني من لا، ده واحد صاحبي. ده ريكوردات من واحد صاحبي. والله مسجل ريكوردات بتاعت واحد صاحبي على التليفون عندي، وسمعها لك من عندي على التليفون. انا مش عايزه اشوفك اليومين دول. اقول لهم ايه شعورك؟ ايه شعورك؟ اقسم بالله انا عمال اتنطط على السرير. طب اروح اجيبها منين؟ اجيبها من شعرها؟ طب اعمل وايه؟ لهم معايا وربنا معذبك. اقسم بالله العظيم انا لو كان الحوار ده بجد كنت هسيبك. طيب كده يبقى خلصنا الفيديو. بعد اذنك حمو بقى، انتوا بتصوروا فيديو؟ اه كده يبقى لو خلصت ثانيه بقى ايدي كده يبقى خلصنا المقلب النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اي وقت انتوا فاضيين تعملوا فيا انا مقلب. ايوه احسن. وتحيه ليوسف، عشان يوسف فوتيكا، عشان ساعدنا في المقلب ده. واحلى مسا عليك يا عمو رجب. اوعى تزعل مننا، احنا بنهزروا. باي.